نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذا حلف شخص على ترك شيء محرم ثم عاد إلى فعله فلا خلاف أنه تلزمه الكفارة، مكان هل كلما عاد إلى فعل ذلك المحرم تلزمه الكفارة؟ أفيدونا جزاكم الله. أولا أن هذا السائل أجاب نفسه وحكى الإجماع على ذلك حيث قال لا خلاف. وليس من الأدب إذا قدم الإنسان سؤالا إلى عالم من العلماء أن يبتدر بالجواب إذا كان عنده جواب شفاي. فمن الأدب أن يقول ما تقول يا فلان بكذا وكذا، وهو اللي يفصل. أفهمت؟ سواء هنا في المجلس أو في غير هذا المجلس، لأن عالم يجي يقول والله أنا إذا فعلت كذا وكذا فلا خلاف أنه عليك كذا وكذا، لا تسأل. هذه واحدة، وهذه مهمة جدا بالنسبة للتأدب مع المسؤول. أتعلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأل الرسول عن الإيمان والإسلام، عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، كيف جلس؟ تدري؟ طيب، كل هذا من الأدب بين يدي المعلم. لكن على كل حال الصحيح عندنا أن الإنسان يعذر بالجهل، بالجهل، وأنت فاتت كارثة. أقول إن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله فعليه كفارة اليمين، عتق رقبة، نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وإذا حنث خلاص انحلت اليمين كأنه لم يحلف. لكننا لا نرخص لهذا الرجل الذي حلف أن لا يأتي المعصية، لا نرخص له الآن أن يأتي المعصية، بل عليه أن يتوب ولا يعود. نعم.